انضم الينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه الشيخ فايز الشاووش. اهلا بكم شيخ الى هذه الجوله الاخباريه. يعني الامطار الاخيره كشفت عن مئات من الالغام المزروعه من قبل تنظيم الدوله في العديد من المدن العراقيه، يعني ما الذي كان ينتظر المدنيين في حال لم تهطل الامطار وتكشف هذه الالغام؟ يعني بكل تاكيد كان ينتظر المدنيين في المناطق المدمره هو مزيد من القتلى والتفجيرات والاصابات البليغه اثر هذه الالغام، لكن هذه الامطار كشفت هذه الالغام، وبالتالي في نفس الوقت راح العديد من الضحايا بين اصابات وبين قتلى عندما كشفت هذه الالغام. وفي ظل هذا الوضع وعدم المراقبه وعدم المتابعه من قبل الحكومه ومن قبل الاجهزه الامنيه، بالتاكيد يبقى الشعب العراقي في ضمن هذه المناطق هو معرض للقتل في اي لحظه. يعني مع التطور الذي يعيشه العالم، يعني هل يحتاج العراق الى تدخل الهي في استخراج هذه الالغام، مع تصريحات الحكومه التي تقول بانها تعمل دائما على حفظ حياه المواطن العراقي، وهو ما يذاع الآن في الانتخابات والترشيحات الانتخابية في الانتخابات المقبلة؟ يعني هو كل ما يروج الآن هو يعني العالم يعرف جميعا بأن هذه حملة انتخابية وترويج انتخابي لكي يكون تحشيد شعبي لهذه الانتخابات، لكي يوصل رسالة بأن هذا ابناء الشعب العراقي بعد كل هالويلات والجرائم طيلة 15 عام وسرقة أمواله بأنه هو راضي على المشروع السياسي. أما الإصلاح أو إنقاذ المناطق المدمرة أو إنقاذ العراق بكامله لن يتم عن طريق هؤلاء المجاميع، لأن هذه المجاميع حكمت 15 عام وسرقت أمواله ومئات آلاف المعتقلين والاختطاف والعصابات المسلحة وإعطاء أراضي الكويت وإعطاء الآبار النفط إلى إيران وعملت إيران على العراق، فبالتالي لا يتم إصلاح عن طريق أناس هم سارقين أموال العراق وهم قتلوا أبناء العراق. نعم، أمام الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدن العراقية، الحكومة تطالب النازحين بالعودة إلى مدنهم، يعني ما الذي يدعو الحكومة للطلب للنازحين العودة إلى مدنهم مع الأوضاع السيئة للمدن المحررة أو التي استعادتها الحكومة من أيدي تنظيم الدولة؟ يعني لو كانت الحكومة جادة، يعني مدينة الرمادي ومدينة الفلوجة ما يقارب سنتين قليل هي تحررت من تنظيم الدولة، والموصل أكثر من 10 أشهر تقريبا حررت هي وصلاح الدين أكثر من عام. لو كانت جادة كان سعت إلى إصلاح هذه المدن المدمرة وإعادة النازحين إلى مناطقهم، لكن عندما تحتاج هذه الحكومة حشد شعبي لتأييد مشروع سياسي ولتجديد انتخابهم يسعون إلى يتكلمون فقط في الحديث بدون عمل معروف على الأرض أو واقع على الأرض بعودة الناجحين. هؤلاء هم من هجروا أبناء هذه المناطق وهم من قتلوا أبنائهم، وبالتالي لا توجد نية لديهم، فقط كيف يعودوا إلى السلطة وكيف يخدموا المشروع الإيراني بالعراق ودول المنطقة. نعم، بعد غرق الشوارع المواطنون، يعني بعض المواطنين يعقدون مقارنة بين العراق ما قبل الاحتلال والآن، يعني برأيك ما الذي أحال الأوضاع في العراق إلى هذا الوضع؟ يعني هو ليس فقط قبل الاحتلال، لكن منذ تأسيس الدولة العراقية ثلاث حالات لم يسمع لها الشعب العراقي بالعراق بجميع الأنظمة اللي سرقت 2003 منذ عام 1921، لا سمعوا بأن سرق دينار واحد مدير عام او مدير سرق دينار واحد من اموال الشعب، ولم يسمع بالطائفيه، ولم يشاهد هيمنه ايران او تتمكن ايران من دخول نفوذها بالعراق حتى لو شبر واحد، وبالتالي سيبقى العراق ضمن هذه الدوامه وضمن هذا العنف وضمن هذا الاختطاف والعصابات وهيمنه ايران ما دام هذه الوجوه الكادحه ودستورهم ومشروعهم السياسي الذي صمم وفق اراده الايرانيين وفق اراده الامريكان والصهاينه. نعم، النائبة نورة البجالي قالت بأن خطط الإسكان ما زالت على شكل معالجات ترقيعية بسبب الفساد، يعني برأيك هل يقتصر الفساد في قطاع الإسكان فقط كما تقول البجالي؟ ما دام الحاكم سارق كيف يكون الحاكم سارق
والحاكم قاتل وهو من يحاسب القاتل ويحاسب الشارع. هناك إذا كانت حكومة أو كانت مجموعة كانت البجارية أو غيرها لديها الإدارة أو القدرة على العراق، عليها أن تحاسب الفاسدين قبل الحملة الانتخابية. هاي 15 عام وهم سنحاسب وسنقصر وسنقتل وسنعدم من يسرق، وهم أنفسهم السارقين. كيف يحاسب السارق السارق الآخر؟ هم السارقون، يعني مثل بالعربي يقول تبكي العرس لابنه، يعني هو السارق وهو يريد يحاسب الفساد والسرقه. نعم الشيخ فايز الشاووش المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.